بتمنى تعطوني من وقتكم بس كم دقيقة، لأن اليوم رح نراجع أول مسلسل عربي بالقناة مؤلف من 6 حلقات بس، مأخوذ من رواية حقيقية ومن إنتاج نتفليكس. فحتى نحكي عن تفاصيله خلينا ننزل الانترو. مسلسل ما وراء الطبيعة. فبحلقة اليوم ما رح أناقش المسلسل مقارنة بالرواية، رح ناخد المسلسل نعتبر أنه ما الرواية، رح ناخد إيجابياته وسلبياته، نحكي عن القصة ورأي الشخصي كالعادة حسب ما سمعت أساسا أنه يلي قرأان الرواية وشاف المسلسل لقى كتير عيوب وما حب الموضوع وحس أنه المسلسل خرب عليه الرواية. فأنا كإنسان مالي شيء، مالي قرأان الرواية، ما رح أقارن اليوم بيناتهم، ما رح أحكي عن المسلسل بناء على الرواية. طيب خلينا نبلش. قصة المسلسل باختصار شديد جدا بتدور حول طبيب متقاعد، فرفعت اسماعيل بيعيش بجو كله قصص خارقة للطبيعة واحداث خامضة واحداث خامضة. كافي يا زمن تجرح، ما ظل الجرح مطرح، واحداث جدا خامضة ممكن يكون هو عيشه وممكن يكون في حدا هو حيكي له. رح أبلش بحلقة اليوم بالنقاط السلبية لأنه كنقاط إيجابية في نقطتين أساسيات، والمسلسل ما يعتبر فيه كتير شغلات إيجابية. القصة شوي معقدة، رح أحكي بالنقاط الإيجابية، فخلينا بدون أي تأخير نحكي بالنقاط السلبية. أول سلبية من سلبيات هذا المسلسل هو بناء الشخصيات. أنا كمشاهد وقت أشوف مسلسل أو أشوف فيلم، واحدة من الشغلات اللي كتير بتهمني هي بناء الشخصية. شخصية رفعت برأيي الشخصي كان لازم تفرغ لأقل شيء 3 أو 4 حلقات لحتى تفرجينا شلون وصلت لهي النقطة اللي هلا هي فيها. لنفرض انه انتاجيا ما عندك القدرة تفرغ 3 حلقات زيادة للمسلسل لحتى تفرجينا بناء شخصيات حلو، ما عندي مشكلة في الموضوع، اقل شيء اعمل لي فلاش باك لورا، فرجيني شلون وصلت هاي النقطة بفلاش باك. ما بعرف اذا المخرج كان معتمد على موضوع انه كل اللي رح يشوف المسلسل هن قرآنين الرواية. أنا كإنسان مالي قرأان الرواية. لحتى أشرح الموضوع بشكل أبسط أوضح إيش هي بناء الشخصية، بعد أول حلقة أو تاني حلقة وأنا ما بعرف مين هو رفعت إسماعيل. أوكي شخصية قدامي هو شخصية رفعت إسماعيل، تمام أنا مع الموضوع، بس مين هو رفعت إسماعيل؟ إيش بيشتغل؟ إيش بيعمل بحياته؟ ما بعرف، المخرج ما بجاوبنا على الأسئلة. فبتحسوا أنت عم تتفرج إنه طب ليش بلشوا من هاي النقطة؟ ما كان لازم يبنوا لي الشخصية بشكل أحسن؟ ما كان لازم يعرفوني مين هو؟ إيش بيشتغل؟ إيش بيعمل؟ ما كان لازم يكون قبل ما يبلش مسلسل في 3 حلقات قبل حتى يوصلوني لهاي النقطة؟ فمن هاي الناحية بناء الشخصيات كان فيه ضعف. تاني سلبية من سلبيات هذا المسلسل هو التمثيل. شيل الممثل أحمد أمين على طرف اللي قدم شخصية رفعت إسماعيل وعطوني باقي الممثلين يلي اشتغلوا المسلسل. بتشوف الفرق بالمستوى كتير عالي كتير واضح. ما كان في حدا عم بيساعد أحمد أمين لحتى يطلع المسلسل تمثيليا كتير حلو. هاي نقطة كمان سلبية. ثالث سلبية هو الجرافيك اللي كان موجود بالمسلسل، على انه انتاج نتفليكس بس بتحس في فيك في الموضوع، في شيء مو حقيقي، الجرافيك اللي عملوه مو حقيقي. اتوقع انه كان ممكن نشتغل على الموضوع بشكل احسن. لهون بنكون خلصنا سلبيات المسلسل وبننتقل فورا للايجابيات. اول ايجابيه من ايجابيات المسلسل هي اكيد الممثل احمد امين. الشخصيه جدا 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 بتجذب. شخصيه الدكتور رفعت بتجذب المشاهدين بشكل كتير كبير، فيها نوع كوميديا خفيف كتير حلو، بنفس الوقت كانوا يعطونا صوته بالباك جراوند، فبشكل عام الشخصية عطانيها بطريقة كتير حلوة. ومثل ما حكيت تمثيليا هو كان بمكان وباقي الممثلين كلهم الشلفة بمكان تاني. الإيجابية رقم 2 واللي هي الأمل. إيش بقصد بكلمة الأمل؟ الأمل بالمسلسلات إنه في عنا أمل. اللي بيعرف كم مرة قلت كلمة أمل من دون ما يرجع الفيديو والله لا بعتله هدية، بس لا ما حدا يغش، اكتبوا لي تحت بالكومنتات إذا حدا بتسكر. خلاص انسوا الموضوع. بقصد انه مسلسل ما وراء الطبيعة بيعطينا امل بالمسلسلات العربية، بحيث سبق وشفنا شلون نتفليكس عملت وانتجت مسلسل جن اللي فشل زريع، وشفنا اغلب الابطال عقد ما تنمروا عليهم العالم سكروا حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، هو كان شيء فعلا بيستاهلوه على هذا الاداء الكتير سيء اللي عملوه، وما في اثنين بيختلفوا انه اداء كتير سيء، وما اتوقع في حدا في العالم كله حب المسلسل. فاليوم مسلسل ما وراء الطبيعة عطانا شيء كتير حلو، عطانا أمل إنه نتفليكس ممكن تعطينا مسلسلات عربية بتليق فينا بعاداتنا وبتقاليدنا. شغلة كتير مهمة إنه اليوم مسلسلاتنا العربية سواء كانت خليجية مصرية عربية سورية عراقية، هل هو كلهم واقفين بمكان
ما بيحسوا يطلعوا منه. يعني على سبيل المثال إخراجيا، تصويريا، تمثيليا، قصص، أفكار، مونتاج، بشكل عام ما في هالمسلسلات تقول عليها واو هذا من أحلى مسلسلات شفتهم بحياتي. في أكيد في أحيان مسلسلات أو أفلام بتكون إنتاج كتير حلو، تصوير كتير حلو، شغلات كتير حلو بتكون فيها، بس عم بحكي بشكل عام ما في هالشي اللي بتقول عليه واو هذا شيء كتير حلو، شيء عالمي، شيء فيلم مثلا هوليوودي. لا، المسلسلات العربية ما احتسنت تتخطى هي القصة. فاليوم مسلسل ما وراء الطبيعة برأيي الشخصي أعطانا أمل أنه ممكن الدراما العربية عنا تتطور وتصير فعلا عالمية. فأنا برأيي الشخصي شيء يكون عن بناء الشخصية، شيء يكون عن السيناريو اللي حكيت عنه، ما حكيت عن السيناريو، شيء يكون عن الجرافيك اللي حكيت عنه، عن أداء الممثلين. برأيي الشخصي مسلسل ما وراء الطبيعة أعطانا أمل، واللي هو أهم من كل السلبيات. هاي الإيجابية اللي هي الأمل هي أهم من كل شيء صار. فبرأيي الشخصي رن جرس البيت وما لنا فيه، اعطانا امل كتير حلو، وانا فعلا كتير مبسوط بالانتاج اللي عملته نتفليكس، واهم شيء انه هي التزمت بعاداتنا وتقاليدنا وما صار مثل ما صار بمسلسل جن. فالسؤال كالتالي، هل لازم نشوف مسلسل ما وراء الطبيعه ولا لا؟ برايي الشخصي مسلسل ما وراء الطبيعه راح يعطيك مثل ما حكيت امل بالمسلسلات العربيه، فهو كتجربه جديده انتاجيا، تصويريا، اخراجيا، هالقصص كلها راح تشوف اوكي مسلسل عربي في شيء حلو عم ينشغل، في شيء جديد عم تشوفه انت كحدا بيحكي عربي بيعطيك مسلسل او فيلم. فبرأيي الشخصي شوفوا راح تستمتعوا فيه. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بتمنى يكون الديكور اللي وراي ايش عم بصير طيب، بتمنى يكون الديكور اللي وراي حلو، ولا تنسوا اكيد اللايك والاشتراك، ونشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.